يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من برنامج صباحكم رياضي. يا رب يكون صباح خير وعافيه عليكم، مليء بالحب والامل والطاقه الايجابيه. اكيد مع بدايه شهر جديد نتمنى لكم يا ربي كل العافيه والصحه والرزق. صباح الخير والعافيه عمار. صباح الخير همسه، يا رب يكون كل خير وبركه وعافيه لك ولكل متابعينا بهذا الصباح الجميل من شبكه الاعلام العراقي قناه العراقيه الرياضيه بصباحكم رياضي. دائما ما نتناول الفقرات والمحطات الرياضيه الشيقه والمنوعه واللي تكون دائما مثمره بالاحداث الرياضيه. اولها راح نبدي صباحنا لهذا اليوم الحديث عن دوري نجوم العراق والجوله 36 من هذا الدوري. نعم. دوري شيق ووصلت لاخر الامتار، النتائج يعني على اشدها بين فرق المقدمة وحتى فرق الوسط وحتى فرق المؤخرة، كل الفرق تسعى. نعم بالفعل. أنه ترتب للوصول إلى المنافسة. هي ما بقى شيء، إن شاء الله الجولتين تنتهي. يا عمر، مثل ما شاهدنا يوم أمس انتهت أو انطلقت عفوا مباريات جولة 36. البعض انتهت بالتعادل الإيجابي وممكن السلبي، والبعض انتهت بالانتصارات، شاهدناها انتصاران وثلاثة تعادلات. طبعا يا عمار شاهدنا عدة مباريات ما بين الأمانة فازت على كربلاء مقابل هدفين. الأمانة بحاجة للفوز، لأنه تعرفين نعم فريق الأمانة يعني من فترة طويلة أنه هو نتائجه كلها سلبية، لذلك موضوع تحقيق فوز مهم إلا حتى يعيد نفسه ويرتب أوراقه ويعني يتمنى أنه يبتعد عن الهبوط. الترتيب بالأخير دائما ما يكون بآخر الأمتار، دي الدوري دائما ما يكون صعب وعلى أشدة مثل ما نقول، لأنه يبتعدون عن موضوع الهبوط، وباعتباره هو ذاق لوعة المرارة بدوري الممتاز وصعد العام، يعني صعد هو الأمانة لدور نجوم العراق، فلذلك نعم يريد يبتعد عن هذا الموضوع وحتى ما ينزل خسارة. بالفعل أيضا شاهدنا الحدود والكهرباء تعادل سلبي كان، والطلبة والقاسم تعادل إيجابي، يعني زاخو أيضا نفس النتيجة انتهت مباراة نفط الميسان وأيضا الكرخ. نعم تمام. زاخو أيضا يقلب تأخره إلى فوز على نفط الوسط بهدفين لهدف. واليوم راح تستكمل عندنا الجولة الـ 36 بخمس مباريات، أيضا أولها راح تكون نوروز مع الزوراء، والهوك مع الميناء، ونفط البصرة مع النفط، والقوة الجوية الطامح للعودة وتحقيق الانتصار وتضييق الفارق مع الشرطة المتصدر، راح يقابل أربيل القوة الجوية. نعم. والنجف ويامن راح تكون لعبة النجف وهي المتصدر الشرطة. أكيد بالفعل ولا أقوى مباراتين الزوراء يعني يبحث عن الفوز يا عمار. بالفعل يعني ينتظر تعثر الجوية حتى يوصل إلى نقولها وصافة الدوري. لكن بنفس الوقت أيضا نوروز يمتلك مهاجمين قويين ودائما يعني بصراحة معودين على المفاجآت اللي نشوفها. أيضا الجوية راح تكون أربيل، يمكن حتكون مباراة سهلة يعني للجوية. نادي أربيل تعرف أنت ممكن يمر بظروف مادية أو أزمة مادية وأيضا ظروف إدارية فعلا، ولكن تقلق يعني الجوية دائما ما يكون مضغوط بهكذا مباريات لأنه يبحث عن النقاط الثلاثة، ولكل مباراة أكيد راح تكون هناك ظروفها الجوية يبحث عن النقاط. نعم. ولكن دائما ما تكون مبارياتها أنا متابعها مع الفرق وأيضا الشرطة مع الفرق اللي يواجهها دائما ما تكون صعبة، لأنه باعتبار أي نزيف للنقاط نقطة الوحدة راح تأثر عليه، فلذلك دائما ما يدخل بشخصية البطل حتى يحصل على النقاط الثلاثة ويمضي للأمام ويصالح جماهيره اللي زعلت صراحة بالمباريات الأخيرة. العودة لسكة الانتصارات شيء مهم، أما الزوراء فهو فريق منطلق مثل السهم ما شاء الله عليه، تحقيق النتائج الإيجابية شيء مفرح للجميع، لأنه الزوراء بطل من بداياته والتنافسية، احنا حالة صحية وحالة إيجابية جيدة أيضا لمنافسة الشرطة ومنافسة القوة الجوية حتى يظهر دورينا بصورة حلوة وصورة بهية. بالفعل احنا دائما بالنهاية نقول إن شاء الله يا ربي كل التوفيق لدورينا. كيد. يعني ما ننحاز احنا لفريق معين. طيب أكيد احنا مستمرين فقرات حلقتنا لهذا اليوم، خلونا ناخذ أول تقرير. الطلبة يتعادل مع القاسم إيجابيا، إلى هناك بعد هاجلكم. ملعب الشعب الدولي الذي جمع طلبة وفريق القاسم ضمن منافسات الجولة 36 من دوري نجوم العراق الأنيق له الرغبة في إكمال مشواره بالنتائج الإيجابية ونسور سورة أملهم بنقاط المباراة للابتعاد عن شبح الهبوط. شوط المباراة الأول بدأ الضيوف بقوة وكأنهم أصحاب الأرض. سيف رشيد لم يستثمر خطأ حسن عاشور، وعديب الحاج كرته علت العارضة. زمام الأمر أخذ يتجه إلى الطلاب،
وكرة وقاع رمضان أبعدها حارس مرمى أبناء بابل أحمد شاكر لينتهي الشوط الأول بنتيجة سلبية. وفي الشوط الثاني من المواجهة نزل فريق القاسم بوتيرة أفضل واستطاع من خطف الهدف الأول عن طريق سيف الدين ظاهر بعد استغلال خطأ من دفاعات الطلاب. هجمات هنا وأخرى هناك مع الأفضلية لفريق الطلبة الذي تحركت خطوطه ونفذ طلعات هجومية من الجوانب والعمق كان لها دفاعات الفريق البابلي بالمرصاد. ومن إحدى الهجمات وفي الربع الأخير من الشوط محمد جواد قدم نفسه عريسا للطلاب بعد تسجيله هدف حير حارس مرمى ودفاعات نسور سورة معدل به النتيجة. الدقائق الأخيرة كانت صعبة على أبناء أيمن الحكيم من خلال هجمات الأنيق، لكن انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. سيف الخرسان، العراقية الرياضية. طيب أكيد مشاهدينا الكرام إحنا مستمرين في فقرات حلقتنا لهذا اليوم، لكن هالمرة حنروح إلى تقرير ويا زميلنا عماد حول اختتام بطولة الرافدين الدولي للشطرنج في محافظة نينوى. إلى هناك بعدها أشاركم. اختتمت في محافظة نينوى منافسات بطولة الرافدين الدولي الأولى للشطرنج بمشاركة 38 لاعبا دوليا مثلوا الأندية العراقية بإشراف مباشر من الاتحاد العراقي للشطرنج. بطولة الرافدين الدولية الأولى للشطرنج بطولة قوية جدا تضم أقوى لاعبي المنتخب الوطني والمنتخب الوطني النسوي، لأن البطولة بهكذا حجم لم تقام منذ أكثر من 20 سنة، وإن شاء الله نحن يعني هي ما كانت البطولة التي تقام في الموصل، ولكن تضافر الجهود والاتحاد المركزي استطعنا أن نستضيف هذه البطولة في محافظة نينوى وهي الأقوى منذ 20 عاما على مستوى العراق الداخلي. كانت المنافسة على أشدها في جميع الجولات، تم تحقيق مجموعة من النتائج الطيبة خصوصا من لاعبي محافظة نينوى لزيادة تصانيفهم الدولية، وتم اختتام هذه البطولة في هذا اليوم بتتويج مجموعة من اللاعبين المتقدمين من لاعبي المنتخب الوطني. نتمنى دائما استمرار هذا المستوى من البطولات ذات الطابع الدولي. استمرت البطولة مدة 5 أيام كشفت القدرات العالية لمستوى اللاعبين، ويتم ترشيح الأول في البطولة لتمثيل المنتخب الوطني العراقي في الأولمبياد العالمية. اترشح من هذه البطولة الفائز الأول إلى بطولة الأولمبياد العالمي لتمثيل المنتخب الوطني، ويترشح لاعب إلى بطولة نهاية العراق ولاعبان إلى النهاية الأول. مستوى اللاعبين أكثر من 30 لاعب دولي وحملة ألقاب يمثلون المنتخب الوطني، وبطولة قوية جدا وشارك بها أغلب لاعبي المحافظات. اختتمت اليوم بطولة الرافدين الأولى للشطرنج في منتدى شباب رياضة الأندلس الذي تشمل 38 لاعبا وعلى مدة 5 أيام، وكان هناك بدورنا وفرنا القاعة وكافة المستلزمات الرياضية للبطولة. وتعد هذه البطولة من بين أهم البطولات التي تجمع أسماء مهمة في الشطرنج والتي ستسهم في تعزيز المهارات وتطوير القابليات، بالإضافة إلى استعادة نينوى مكانتها في إقامة مثل هذه البطولات المهمة. لبرنامج صباحكم رياضي، عماد الأمين، الموصل. شكرا للزميل عماد الأمين. رياضة الشطرنج رياضة مهمة وضرورية، وإحنا دائما ما ندعم هذه الرياضات اللي ما يسلط عليها الضوء، بالعراقية الرياضية دائما ما ننتبه لهذه الرياضات وندعمها حتى نوصل لاعبيها وحتى اتحاداتها دائما ما سلط الضوء عليها حتى توصل لأعلى المستويات وتأخذ الدعم اللي هي تستحقه حتى ننهض بالرياضة العراقية بكل جوانبها وبكل مفاصلها. أما الآن خبرنا وتعليقنا مع أكيد. همسة اليوم خبر وتعليق راح يكون حول فريق القوى الجوية لبناء الأجسام يحرز بطولة العراق الكبرى للشباب. حقق فريق القوى الجوية بلعبة بناء الأجسام لفئة الشباب بطولة العراق الكبرى لبناء الأجسام لعام 2024 التي أقيمت في بغداد وعلى قاعة الشعب الرياضية المغلقة، وبلغ عدد المشاركين في البطولة 685 لاعبا يمثلون 58 ناديا من مختلف محافظات العراق، والتي استمرت لمدة 4 أيام. وشهدت البطولة مشاركة اللاعبين الذين
الذين تم اختيارهم ضمن القائمة التي تمثل العراق في بطولة آسيا، وكذلك مشاركة اللاعبين الذين سيمثلون العراق للاستحقاقات القادمة مثل بطولة مستر يونيفيرس الأردن وبطولة العالم التي ستقام في إسبانيا. احنا حتى نتحدث بتفاصيل أكثر شمولية وبصلب موضوع لعبة رياضة الأثقال، معنا داخل الاستوديو ضيف عزيز وضيف مهم أكيد، هو الكابتن مرتضى حسين المياحي مشرف فريق القوة الجوية في لعبة بناء الأجسام. صباحك خير ويا مرحبا بك بصباح النور حبيب أستاذ. كل الهلا نورتنا. بداية كابتن، حدثني عن البطولة اللي انطلقت، حدثنا عن مستوى التنظيم بها، وهل هي يعني كانت بالمستوى المطلوب من حيث ناحية الحدث وشون تنظيمها، الترتيب، الأداء، كل التفاصيل يا ريت تحدثنا عنها وتخلينا بالأجواء. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هاي أول سنة تصير عندنا بطولة، هسه بطولة العراق الكبرى. تمام. شملت جميع الفئات. من فئات المتقدمين والشباب والماستر. تمام. والكلاسيك البادي، كلاسيك الفيزيك، والكلاسيك الماستر والفيزيك. تمام. كل أنواعها. أنا أول سنة تصير عندنا هيك بطولة كبرى تجمع كل، تشمل الكل. تمام. وكان تنظيم كلش مميز. يعني نقدر انه على ظاهر نقدر ننظم بطوله اسيا، نقدر ننظم بطوله عرب. من باب الجمهور الحضر، من المسرح، الحكام، التنظيم في شيء مميز حيل. نعم جيد. هذا الشيء يرجع اكيد يرجع الفضل لرئيس الاتحاد العراقي لبناء الاجسام استاذ فراس عبد الحسن. تحياتنا اللي هذا يعني ما رجع عن فراغ، رجع عن شغل صار له سنين عده يشتغل على هذا الشيء يعني. نعم جيد. طيب كابتن، خلينا نتحدث ايضا عن عدد الدول المشاركه او ممكن عدد المشاركين في هذه البطوله. هي بطولة عراق مو بيدو أندية بس. طيب عدد المشاركين؟ المشاركين هواية عدد موجودين. كل وزن تلقين به 20 إلى 25 لاعب موجودين بها. كل فئات يعني متقدمين لهم فئة، الشباب أيضا. يعني بطولة ما شاء الله يعني كل يعني جميع الفئات العمرية. جميع الفئات موجودة. جيد. طيب كابتن، احنا في كل بطولة يعني وفي كل الرياضة دائما ما نطمح أنه نستغل حدث البطولة ونستغل كل تفاصيلها حتى نركز على المواهب اللي تظهر لنا إياها كل البطولات. احنا كبطولة داخلية، هل برز بهذه البطولة لاعبين من الممكن انه نستفاد منهم مستقبلا حتى نرفدهم للمنتخبات الوطنية؟ يعني احنا خلنا شوية نسولف كنادي القوة الجوية. تمام. فئة الشباب احنا الرافد الاساسي للمنتخب الوطني فئة الشباب. يعني الثقل الاكبر لنادي القوى الجوية للمنتخب. مدرب نادي القوى الجوية كابتن ابراهيم ناطق، وايضا مدرب نادي مدرب منتخب الوطني للشباب. تمام. فكل سنه احنا نقدم باي فئة هو الشباب البدي بالقوى الجوية وبالمنتخب الجوية. هو كابتن ابراهيم ناطق. تمام. تحياتي. فاحنا كل سنه نقدم لاعبين شباب بالمنتخب الوطني. تمام. هاي من 2017 لحد الان احنا اللاعبين اللي يلعبون فئه الشباب هم مطلعين القوى الجوية. تمام. هاي السنه عندنا اللاعب علي كريم مرشح لعب بطولة آسيا بعد لها كم يوم إن شاء الله. من غير راح يصير يعني في جسم ما شاء الله يعني في شيء مميز حيل يعني. يعني من الممكن نشوف بس علي كريم لو أكو بعد غير لاعبين برزة. فئة الشباب كبطولات خارجية بها بس وزنين. زين. 75. تمام. تحت وفوق 75. عدد المشاركين بها كان هاي الفئة هواية كابتن لو قليل. أكيد أكيد. أكيد والبارزين أكيد. فقط علي يعني لو. يعني علي من ما أكو لاعبين بارزين. لاعب اسمه عباس حمزة بارز. لا اسمع عبد الله انا عضلات ما موجوده يعني تبشر بخير الامور ان شاء الله. اكيد اكيد اكيد. طيب كابتن، خلينا نتحدث الاستعدادات ما قبل البطوله بالنسبه للمشاركين من الناحيه النفسيه والصحيه والتغذيه وغير هذه الامور. يعني احنا كنادي ما قصرنا اي لاعب، خاصه عندنا لاعبين المحافظات، السكن مالتهم، الغذاء مالتهم. طيب. المعسكر مالتهم، التجهيزات مالتهم. هاي يمكن احنا النادي الوحيد اللي يسوي هذا الشيء لفئه الشباب. طيب هذه التجهيزات تكون على اداره القوى الجويه. نعم أكيد. جيد. طيب كابتن، موضوع السبونسر هو اهم المفاصل اللي دائما ما تقوي موقف سواء اتحاد او نادي او غيرها. انتم كمستثمرين داعمين اي احد من السبونسريه الموجودين تواصلتوا له، هو فقط دعم ذاتي ولهنا يتوقف؟ يعني هسه انتم شايلين الثقل كنادي القوى الجويه، تقول كسكن وحتى كتجهيز رياضي لاعب الاثقال، يعني كل الاشياء اللي متطلبات من عنده كلها بمبالغ عاليه احنا نعرفها. صح. شو يسموها البروتينات وغيرها، المكملات. صحيح. والمكملات وحتى المكان، التجهيز مكان اللعب وغيرها، هذا التمارين، هذا كله متطلبات. شلون اكثر اللاعب من فئه الشباب يعني هسه هم ظاهرين للشاشه.
فمستحيل تلقى له انه سبونسر هو بعد ما معروف ولد او ما واقف او مو بس كثقل نادي يعني اقصد او منتخب حتى يدعم بطوله مهمه كمستقبل قلت لك على اسماء اللي ظهرت قلت لك علي كريم عباس حمزه إيه اكلوا مضواء صارت لهم صح بس كبدايه هم ما يعني بعدهم جدد على اللعبه فكسبونسر لازم هذا اللاعب متقدم او اكثر او اكثر تمام طيب ممكن اليوم كل الرياضات بصراحة بالعراق احنا نسلط الضوء عليها لكن دائما ما اكو شكوى انه نحتاج الدعم المادي فخلينا نتحدث عن الدعم المادي بالنسبة لهذه الألعاب صورة عامة فيما يخص ألعابكم يعني انا كمشرف ألعاب فردي نادي القوى الجوية عندنا اكثر من لعبة موجودة طيب عندنا لعبة الباغوت القتالية عندنا الجيتكوندو عندنا الجودو عندنا البناء الأجسام نقدر قدر الإمكان نوفر لهم اللي يحتاجونه قدر الإمكان هذه اغلبهم لان الباغوت فريق ناشئ طيب كل فرقه ناشئه حتى يقدر يوفر لهم اللي يحتاجونه طيب هم ممكن يكون توفير ذاتي لكن انا اتحدث الدعم المادي من قبل الحكومه او الجهات المختصه يعني بخصوص هذا والله احنا يعني كنادي القوى الجويه احنا امالنا كلها من موضوع البناء الملعب وبناء البنى التحتيه مالت النادي طيب هالكل يعني احلام عندنا ورديه لان احنا بيها انه يكمل بناء الملعب ويكمل عندك بناء البنى التحتية مالته حتى نقدر نسوي فرق أكثر عدة. نعم. طيب. يعني ما يجي عندنا إذا ما عندك بنى تحتية قاعات عندك موجودة صالات موجودة عندك يعني السنادينا يعني. متوقفة كل الأمور على بناء الملعب. على بناء الملعب. إن شاء الله يكون بصورة جميلة لأنه بناء الملعب مو فقط لرياضة الأبطال أو حتى كرة القدم. الناشد وزير الدفاع أو قائد القوى الجوية الإسراع بعملية بناء الملعب. أكيد صوتك مسموع وما أعتقد يقصرون لأنه نادي القوى الجوية عريق واسم كبير وإلى ثقلة بالرياضة العراقية لذلك دعمه واجب وضروري. أنت حدثتني بالبداية قلت العراق مهيئ أنه يستقبل البطولات الكبرى تمام؟ طيب هاي من ناحية أنه كمحليا إحنا نقدر نستضيف البطولات الكبرى بداخل العراق إحنا مشاركاتنا خارجيا يعني تبشر بخير مستقبلا من الممكن أنه ننافس يعني خاصة إحنا نعرف دول المنطقة ومنها إيران وغيرها وحتى القريبة منا أيضا قطر وغيرها بدأت تهتم بهذه الرياضات وإلها أسماء حتى تجنيس وغيرها إحنا من الممكن ننافس مستقبلا لهذه الدول يعني سبق وان قلت لك أنه اتحادنا الأجسام بدأ كان يشتغل من سنة ماضي. تمام واحنا متابعين عمل يعني هسه احنا السنوات الاخيره احنا بطل اسيا تمام يعني بطل اسيا اغلبنا ايران اغلبنا باي فئه كابتن حدد لي احنا بكل الفئات البطولات الخارجيه تجمع كل النقاط تمام ماكو فئه واحده وفئه هاي تجمع الكل بس الثقل وين دائما يكون باي فئه فئات البدي اكيد هي اللي بيها اكثر من وزن من 60 لحد الوزن الثقيل المفتوح تمام فاحنا يعني ابطال اسيا مدة 3 سنوات متتاليه يعني هذا ما اجى عن فراغ اجى اكيد عندنا استمراريه نكمل ان شاء الله عندنا هالقابليه انه نستمر ونكمل اكيد يعني اكيد كابتن فاز يعني روحه شبابيه ويعني نازل ويا اللاعبين يعني واحنا نعرف حتى الدعم يكون ذاتي بموضوع البطولات احنا نعرف والله ما مقصرين صراحه ما مقصرين نعم طيب بالرغم ممكن ضعف الدعم المادي وايضا عدم توفر الساحات او المعسكرات التدريبيه لهذه البطوله او يعني خاصه هذه اللعبه كمال الاجسام، خلينا نتحدث شلون اقبال الشباب على هذه اللعبه؟ ويمكن هي اللعبه الشعبيه الثانيه صارت بالعراق نعم من كثره الصالات الموجوده، طيب. كثره الاجهزه اللي شركات الاجهزه اللي موجوده عندنا بالعراق صح. اللي نزلت متوفره احدث عندنا بالعراق ينزل احدث الجهاز ينزل سنه بسنه يعني فشيء يعني تطور شيء كلش جميل يعني فاكيد ياسر اقبال قوي طيب اقبال قوي لكن لابد ان تكون هناك اساسيات للشاب يعني ممكن اذا جسمه او صحته او عمره فاكو اساسيات لهذه اللعبه كمتابعه وكرقابه تقصد يعني كرقابه وهنا الاتحاد العراقي جاي يسوي دورات تدريبيه دورات نعم. تحكيميه جاي يثقف كمدرب شلون يثقف انه يقدر يتعامل وي المجتمع وي الشباب قدر نعم. هذا الشيء يعني جاي اشوفه شيء متطور يعني جاي متطور هواي كلعبه طيب يعني احنا كل سنه جاي يطلع لنا لاعبين جدد يعني اكو تطور مستمر موجود والمخالفين مثلا من القاعات احنا نشوف القاعات بكثره انت بكل منطقه تلقى لك ما يقل عن 10 قاعات مثلا وتشوفها اكو بها غير نظاميه حتى غير مؤهله غير مرتبه جاي ينقرض شوي جاي اشوف طيب اكو يعني قصدي رقابه انه رادع لهذا الموضوع حتى ما حد يجتهد لانه تعرف موضوع المكملات وغيرها هذا الحقن الاوبر اكو من اشخاص غير مهنيين لذلك يعني من المحتمل انه تؤدي للوفاه هيك اشياء صحيح. مو تمام اكو رادع لهذا الموضوع اكو رادع نفس الوقت جاي تقل نفس الوقت الشاب العراقي جاي يوعى يعرف انه هذا المدرب تثقيف يراده تمام فمن جاي يروح يعرفون من يروحون ما هي تمشي على الطبقات الادنى كمراهقين يعني مثل ما ذكرت همسه المراهق
يندفع يشوف انه الكابتن قدامه مثلا جسمه مليان ما شاء الله، فيريد يصير مثله حتى يطمح انه يكون مثله، فما يعرف هو شلون وصل لهذا المستوى. يعني تبقى ثقافه المدرب. نعم. فيعني قلت لك هي كظاهره جاي تقل. جيد. ظاهره الحقد الموضعي وغيره جاي تقل، هي جاي تقل. لان احنا كانت سابقا من البطولات السابقه. نعم. كانت لجنه الدوري تطلع عادات كلش هواي مال موضعي. نعم. أنا سامع البطولة ما شفنا أي حد. طيب يمكن تأيدني بالموضوع إذا شكلت مثلا لجنة رقابة من الاتحاد وبدعم حكومي حتى تقضي على هذه المظاهر. أنا شو أقول لك؟ شلون نحن نعرف إنه هي اللغت أو مسحت سابقة بالبطولات تلقى أكو علامات مال موضعي عند اللاعبين. تمام. طيب. حاليا أكو لجنة الدوري لجنة الفحص ما جاي نلقى أحد، يعني ما جاي يطلعون أحد. أنا الطريق سليم جاي يمشون باللاعبين. هذا اللي جاي نشوفه احنا يعني. حلو. يعني عن سابق فرق كلش هواي. جيد. تمام. طيب كابتن خلينا نتحدث ايضا عن المشاركات المحليه سواء في بغداد او محافظات العراق. يعني هنا العام صارت بطوله العراق صارت باربيل مالت، هم اخذنا المركز الاول. نعم. صح اجواء الشمال كلاعب بنال السام افضل له كجو. نعم. كجو صح يعني. نعم. بس تبقى بغداد هي الام والجمهور. نعم. اجمل بالنسبه لمحافظات العراق ايضا. بالنسبه لمحافظات العراق بالنسبه كل العراق موجود يعني. نعم. كبطولات من الاسام كل سنه جاي يصير بمحافظه ما ثابته محافظه. جيد. يعني احنا القبيله كانت بالنجف. طيب ممكن اكو محافظه تفتقر لبناء الاسام يعني شباب واعين مثقفين لبناء الاسام؟ والله جاي نشوف كل محافظه بها ابطال موجودين. جيد. بس تبقى عدد سكان المحافظات اكيد يختلف. نعم طبعا. يعني لاعبين البصره مثل لاعبين الديوانيه او لاعبين السماوه اكيد فرق. نعم. عدد السكان الى 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 ثقل هذا الشيء. طيب كابتن مرتضى احنا البطوله اقيمت بقاعه الشعب تمام؟ في حال اكتمل بناء ملعب الجويه والقاعه يعني ما عداهم هذول المكانيين، منو القاعات المؤهله انه نستضيف بها؟ يعني احنا نبقى نعتمد فقط على قاعه الشعب والايجار وغيرها غيرها، او توفر لنا اياها يعني الاتحاد السله يعطيكم بتعاون؟ اكو عندنا قاعات، اكو عندنا ارضيه مهيئه، انت من قلت لي احنا مهيئين انه نستقبل البطولات، طيب احنا راح نعتمد على مكان واحد؟ ما المفروض اكو كل البطولات بها الفرق اللي تجي المشاركه بها فندق وجيم وغيرها غيرها، يعني مكان رياضي متكامل شامل، مدينه رياضيه اشبه بها، احنا ما عندنا هذا نفتقر له. طيب منو من الانديه عندها استعداد لهذا الموضوع؟ والله ذا كمل بناء الملعب مالتنا زين يعني استثني لي مثلا القوه الجويه، عندنا غير شيء بعد؟ راح تسيطرون عليها كلها مو تمام؟ تستيدوها. والله احنا نطمح انه يكون اولمبيه مصغره يعني. زين. هذا طموح. زين. بس المشوار طويل مو تمام على ما يكتمل. بس لازم واحد يتفائل بالخير. حاليا ماكو اي نادي من الانديه مهيئ لهذا الموضوع؟ لا لا ما. يعني راح نبقى نعتمد على قاعه الشعب لحين اكتمال. قاعة الوزيري هم دائما تسوي السباقات. تمام. بس هي كقاعة الشعب يعني مهيئة لاستقبال اي لاستقبال اكثر رياضات. موجود همينه يعني. طيب. تمام. جيد. تمام. طيب كابتن ممكن احنا تحدثنا عن الدعم بصورة عامة، لكن خلينا نتحدث الدعم من قبل إدارة نادي القوة الجوية من حيث المشاركات وأيضا إقامة المعسكرات. سابقا قلت احنا كفئة شباب مستحيل اكو نادي بالعراق يدعم الشباب. نعم. وهذا من مسموع الكلام يعني. طيب احنا من جاي نوفر لهم كلاعبين محافظات السكن. نعم. نوفر لهم الغذاء. نوفر لهم التجهيز، نوفر لهم المعسكر اللي يتمرنون به. هذا معناها اكو عمل عندنا من تنسيق بينه وبين الاداره لتطوير هاي الفئه عندنا. نعم تمام. الكابتن مرتضى المياحي مشرف فريق القوه الجويه في لعبه بناء الاسام، كنت ضيف مهم وضيف عزيز وانا سعيد بلقائك شخصيا. تحياتنا لك وان شاء الله ان لقاءات اخرى في قادم الايام ان شاء الله. تحياتنا لك، خليك معنا. تحياتنا لك. نعم. خليك معنا، احنا راح ننتقل سويا كابتن للمنتخب الوطني بكرة الماء يكثف من وحداته التدريبية استعدادا للمشاركات الخارجية. تقريرنا هذا مع زيد غالب، نتابع شنو اللي محضر لنا يا زيد وراجعين. البناء الصلب له أبعاد مستقبلية جيدة يخدم جميع الجوانب الحياتية، وهذا ما يسير عليه اتحاد السباحة العراقي بمنهاجه بهذه الرياضة من أجل أن تكون قادرة وفاعلة بجميع الميادين، فأولوياته تتجه نحو الاهتمام بدورات تعليم السباحة لاختيار سباحين مميزين لزجهم بمنتخبنا الوطني بكرة الماء. فبعد أن تم اختيار نخبة منهم، مسبح الشعب فتح أحواضه لبدء تدريباتهم المكثفة والمنتظمة للوصول إلى الجاهزية المثلى. التوجيه من الاتحاد تم تأليف فريق الأعمار الفئة الأعمار الصغيرة اعتماداً على الدورات تعليم السباحة
اللي قامها الاتحاد واختارينا الأفضلية من ذول اللي تعلموا وسويناهم كفريق رديف للمنتخب الوطني. والحمد لله وشكر استجابوا بالتمرين والتمرين متواصل 3 وحدات بالأسبوع والاعتماد على السباحة أكثر ما الاعتماد على الكرة. كل ما يكون السباحة وعنده لياقة قوية يقدر يسيطر على الكرة، يعني 80% سباحة و 20% كرات. شغف كبير ينتاب سباحي المنتخب من خلال الجدية العالية بتطبيق ما هو مفيد بمفردات هذه اللعبة وبكل ما يخص أبجدياتها مهما كانت صغيرة أو كبيرة في الحصص التدريبية لتكون لهم عونا يدفعهم نحو التطور والإبداع، وهذا يوصلهم إلى طريق الإنجازات. طموحنا كلاعب سباح يعني بالمنتخب الوطني، ونشكر جهود كابتن عامر كابتن خالد والمدربين ونسعى للأفضل للعراق. شكر الاتحاد على حرصهم الشديد على التمارين، وشكر جزيل إن شاء الله بالأيام القادمة نشارك ببطولات ونكون المنتخب الوطني هماتين إن شاء الله على الخط الأول بإذن الله تعالى. حاليا احنا بمرحلة تدريب نتهيأ إلى أن نكون في الخط الأول إن شاء الله. عائلة السباحة لم تدخر جهدا بأي شيء باتجاه هذا المنتخب الذي تعول عليه أن يكون في المستقبل ذو فعالية لإحراز الهدف المطلوب، وهو أن تكون كرة الماء العراقية ناجحة أثناء البطولات وبامتياز. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد. برنامجنا احنا محطاتنا الرياضيه وفقراتنا دائما تكون منوعه بالفعل. والتنويع بالرياضات هو شيء جدا راقي، لانه اكو رياضات يا همسه معدومه نهائيا ويحسون انه ما حد ينتبه لهم، ما حد مهمشين بالفعل. ولكن احنا نسلط الضوء عليهم ناخذهم بكل تفاصيلهم. اكيد احنا مستمرين في فقرات حلقتنا لهذا اليوم يا عمار. انت شفت البارحه اسبانيا ما شاء الله عليها، أربعة أهداف يعني مو قليلة. أكيد راح نتعرف على هذه التفاصيل أكثر ويا زميلنا محمد في فقرة يورو. صباح الخير والعافية عليك يا محمد. صباح الخير محمد. شلون صباحك؟ الحمد لله. شنو اللي محضر لنا يا اليوم؟ تمام الأمور؟ تمام. إحنا شاهدنا يوم وجبة دسمة. البارحة وجبة دسمة كانت من الأهداف. إي تمام. بس في مفاجآت كانت. أكيد. طيب. يلا إلك الجو ونتابع شنو التفاصيل. صباح الخير والعافية أحبتي المشاهدين. نبدأ فقرة اليورو لكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. نبدأ فقرتنا كالمعتاد بنتائج مباريات يوم أمس واللي فيها. يوم أمس قيمت مباراتين، المباراة الأولى بين منتخب إنجلترا وسلوفاكيا وانتهت أكيد بفوز المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد. أما المباراة الثانية فكانت بين إسبانيا وجورجيا، هذه القمة انتهت بأربعة أهداف للمنتخب الإسباني مقابل هدف واحد لمنتخب جورجيا. نبقى مع التفاصيل. قرر منتخب انجلترا تأخره بهدف امام نظيره سلوفاكيا الى فوز بهدفين لهدف ليبلغ دور الثمانية من بطولة كأس امم اوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في المانيا. وانتظر المنتخب الانجليزي حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليسجل نجمه جود بلينكام هدفا رائعا تعادل به مع نظيره السلوفاكي. وبعد نهاية الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل تم الاحتكام الى شوطين اضافيين، وسجل منتخب انجلترا هدف الثاني عن طريق قائده هاري كين في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول، وسيواجه المنتخب الإنجليزي وصيف النسخة الماضية نظيره السويسري في دور الثمانية حيث تأهل الأخير لهذا الدور بعد فوزه على إيطاليا حامل اللقب بهدفين دون رد. وفي المباراة الثانية نجح منتخب إسبانيا في تحقيق فوزا مثيرا على نظيره جورجيا بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة يورو 2024.
وعشرين، وأحرز أهداف المباراة كل من روبن لونورماند في مرماه بالدقيقة 18 لصالح منتخب جورجيا قبل أن يعود الماتادور الإسباني برباعية عن طريق كل من رودريغو هرنانديز ورويز ونيكو ويليامز وداني أولمو في الدقائق 39 و75 و51 و83 على التوالي. وبهذه النتيجة تأهل منتخب إسبانيا إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية. نستعرض الآن مباريات الليلة وفيها اليوم أيضا مباراتين. المباراة الأولى راح تكون بين المنتخب الفرنسي والمنتخب البلجيكي في الساعة 7 مساء، أما المباراة الثانية راح تكون بين المنتخب البرتغالي ومنتخب سلوفينيا في تمام الساعة 10 بتوقيت العاصمة بغداد. في المباراة الأولى وعلى ملعب دوسلدورف يواجه منتخب الفرنسي نظيره البلجيكي في قمة ثمن النهائي رفاق النجم كليان مبابي، يبحثون عن العودة إلى سكة الانتصارات بعد سقوطهم في فخ التعادل مرتين، وهو شهد الميران الأخير للدياكا مشاركة اللاعب كومان الذي عاد إلى المعسكر بعد أن غادره مؤقتا لظروف عائلية، في حين يسعى المنتخب البلجيكي المتأهل إلى ثمن النهائي كوصيف لمجموعته إلى محو الأداء الباهت في دور المجموعات والتأهل. وفي المباراة الأخيرة يحاول منتخب البرتغال بقيادة نجمه الأسطوري كريستيانو رونالدو تصحيح مساره حينما يلاقي نظيره السلوفيني في فرانكفورت في الدور 16 لكأس أمم أوروبا، وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من الخسارة المفاجئة على يد جورجيا التي تشارك في البطولة القارية للمرة الأولى بهدفين دون رد، حتى وإن كان المدرب روبرتو مارتينيز أجرى تغييرات جذرية على تشكيل الفريق خلال المباراة، ويتطلع رونالدو ورفاقه للثأر من سلوفينيا التي فازت على منتخب بلادهم وديا بهدفين دون رد في مارس الماضي في أول هزيمة للفريق في عهد مارتينيز بعد 12 مباراة لم يعرف خلالها طعم الخسارة منذ خلافة فرناندو سانتوس، ويتطلع المنتخب البرتغالي المنافسة على لقبه القاري الثاني، كما يسعى رونالدو لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية بعدما أصبح أول لاعب يشارك في 6 نسخ من كأس أمم أوروبا، بالإضافة إلى أنه اللاعب الأكثر خوضا لمباريات البطولة والهداف التاريخي لها برصيد 14 هدف، لكن هذه المرة الأولى التي يفشل فيها في التسجيل في دور المجموعات للبطولات الكبرى. إلى هنا انتهت تفاصيل فقرة اليورو لهذا اليوم، هذه عودة للزميلين همسة وعمر. شكراً محمد. شكراً. مباريات الأمس كانت يعني غزيرة بالأهداف. أكيد. وأنا دائماً ما أقول كل ما هو مدريد الجميل، شفت جول بيلينغهام هذا الدبكة. والمنتخب جازف. والبارحة كانت ريمونتادات. أكيد. اللعبتين يعني العودة. لإنجلترا عودة جميلة. في نهاية الاحتمال مفاجأة تصير. مو تمام؟ نعم. حلوة. وكان من الممكن إنه يكون منتخب الجورجي هو مفاجأة البطولة في سويسرا، ولكن بعد ما تقدم ما مشت معه. والفوز على البرتغال شيء كبير. هو هاي المنتخبات الكبيرة. نعم. شكراً لك محمد. شكراً لك يا محمد. أتمنى إنه أكو أشياء حلوة بقادم الأيام. نعم. شكراً لك. تحياتنا لك. عودة أحبائنا لاستوديو صباحكم رياضي، والآن ننتقل مع الدكتور اسكندر العارضي في فقرة طبيبك العودة لممارسة الرياضة بعد إصابة الرباط الصليبي. نتابع سويا وراجعين. الكثير من الأخوة يسأل أنه يقول دكتور متى أرجع ممارسة الرياضة بعد عملية زرع الرباط الصليبي الأمامي. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، معاكم الدكتور اسكندر العارضي استشاري الجراحه الناظوريه للمفاصل والاصابات الرياضيه، وصباح رياضي جميل من العراقيه. طبعا مثل ما تعرفون الرباط الصليبي الامامي هو احد الاربطه المهمه داخل مفصل الركبه، مثل ما نشوف داخل هذا المجسم يربط لنا عظم الساق بعظم الفخذ. طبعا هذا وظيفته انه يحمي المفصل من الدوران ويعطينا ثبات للمفصل. هنا الكثير من الأخوة الرياضيين يقول صير عندي إصابة. طبعا والإصابة كل شائعة يعني بالعراق وخارج العراق، حتى الأندية الأوروبية اللي هو تأهيلهم يكون عالي جدا أيضا صير عندهم الإصابات. بهاي الحالة المريض راح يجينا يقول دكتور أنا أثناء المباراة قفزت أو افترت أو استندت على ساق وشوتت بالثانية وافترت رجلي، وسمعت صوت قوي، رجلي ورمت،
في بعض الأحيان يقول دكتور أنا وقعت بعد ما أقدر أقوم، رجلي ورمت بنفس الوقت، إجوا جماعتي شالوني. طبعاً إحنا ننصحك هنا نصيحة أساسية، إنه أبد لا ترجع تكمل اللعبة، حتى إذا كنت تقدر تكمل لا تكمل. وهاي النصيحة تنطبق على كل الإصابات الرياضية، من صار عندك إصابة رياضية عوف المباراة، استريح على جانب، اتأكد من إصابتك، روح الطبيب مختص، بعدين ارجع على راحتك حتى ما تتفاقم الإصابة. فالإصابة الرباط الصليبي الأمامي بعد ما صير، طبعا هنا الرياضيين هم يعرفون بعض الإسعافات الأولية، مثلا يثبت الركبة يخلي عليها ثلج، لازم يروح الطبيب مختص. احنا طبعا نجي نفحص المريض، نتأكد من عدة، لازم ندز رنين، راح نشوف صار عدة قطع بالرباط الصليبي الأمامي. بهاي الحالة راح نعطي تمارين تأهيلية لفترة معينة حتى يكون مستعد للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة إجراء العملية. احنا هنا ثقافتنا شوية طبية قليلة، شلون المريض يخاف يسوي العملية؟ طبعا راح يصير زين، الورم راح يقل، يروح المعالج طبيعي، راح يعطي إعداد، رجله ترجع قوية لأن أغلب الرياضيين عضلتهم قوية، راح ينسى الإصابة، يرجع يلعب. من يرجع يلعب كرة قدم مرة ثانية راح يصير عدة فلتة يسموها الرياضيين، أو إحنا giving way بالإنجليزي. بهاي الحالة من راح تتكرر عليه هنا راح يصير المشكلة مضاعفة، إنه ممكن ينقطع غضروف هلالي، ممكن ينقطع أربطة ثانية، ممكن إنه يصير عدة قرحة بالمفصل. وإحنا جاي تجينا قصص إنه يقول دكتور أنا أكثر من مرة يعني صير زين، انتظر ستة أشهر أرجع ألعب مرة ثانية، وطق رجلي وتفلت وهكذا. طبعا يجونا إنه المفصل جدا متأذي حيل وصاير به مضاعفات شديدة. بهاي الحالة إحنا المريض لازم نسوي له العملية حتى نحافظ على المفصل. فإذا سوينا له العملية بواسطة الناظور، فتحات بسيطة يعني ثلاث فتحات صغار نص سنتيمتر، نربط هذا الرباط الصليبي ونصلح الهياء ويطلع بنفس اليوم ويبدي تأهيل. شو وقت يرجع يلعب؟ هنا السؤال المهم. طبعا مراحل التأهيل ثلاثة. أولا المرحلة الأولى إنه يستعيد المدى الحركي، نعطي تمارين خاصة باستعادة المدى الحركي. المرحلة الثانية هي مرحلة تقوية العضلات داخل المفصل أو خارج المفصل العفو، الساق والفخذ. بعدين مرحلة التوازن. أيضا إحنا مشكلتنا هنا بالعراق إنه المريض بس يشوف روحه زين شوية 5 أشهر 6 أشهر يرجع يلعب. طبعا هذا أكبر خطأ. ليش؟ لأن احتمال يصير عدة قطع مرة ثانية. لازم يسوي تأهيل، وقبل لا يلعب يراجع الطبيب المختص أيضا، يفحصه ويتأكد من عدة إنه مستعد. لأن إحنا بهاي الحالة أكو فد علاقة بين العضلة الرباعية والرباط الصليبي الأمامي، وكل الرياضيين يعرفوها، إنه العضلة تضعف والضعف مالتها يصير فترة طويلة وبصعوبة ترجع. فهاي العلاقة لازم ترجع 100% والعضلة ترجع 90% أو 100%، بذاك الوقت نسمح للرياضي إنه يرجع يلعب كرة القدم حتى يحافظ على المفصل مالته، والتعب مال العملية والتأهيل ما يروح هيجي. ودائما نقول لكم إنه هي حركتك هي حياتك، فإذا صارت عندك إصابة رياضية لازم تتأكد من عدها حتى إن شاء الله تبقى عندك الصحة والعافية. أكيد شكرا إلى الدكتور إسكندر العارضي على هذه النصائح والإرشادات الطبية. بالفعل اليوم يا عمار أي شخص يمكن يحس نفسه مصاب، صح، إذا كان رياضي أو غير رياضي، مراجعة أقرب طبيب إليه، لأنه بصراحة إحنا الإجتهادات الشخصية عندنا يعني مستحيل فعلا. وما تحدث به شيء مهم وضروري، تشخيص الدكتور يعني دائما ما الدكاترة تشخيصهم يعني عذرا لأغلب دكاتراتنا أكو تشخيص يكون خاطئ، فلذلك تفاقم الإصابة. وللأسف هو تحدث عن موضوع مهم اللي هو العضلة الرباعية وحتى الرباط الصليبي، أكو بيناتهم يعني تقارب، فلذلك الاهتمام وتشخيص الإصابة الصحيحة حتى يقدر يتوصل للموضوع بصورة صحيحة ويصرف للعلاج وغيرها، أو إذا كان يحتاج لعملية، لأن موضوع الرباط الصليبي شيء خطر. نعم جدا طبعاً، سواء الرياضي او حتى غير الرياضي، خاصه مثل ما تحدثنا بالبدايه احنا قلنا على كبار السن دائما ما المفروض يهتمون بنفسهم. بفقره الكابتن حيدر تحدثنا عن موضوع كبار السن يهتمون بالرياضه حتى وعافيتهم، لانه دائما تكون المفاصل والعضلات بتنازل وبكسل يكون بالجسم، يعني بعد ال30 او بعد ال40 تكون
هدم مرحلة الهدم بعد 30 وممكن حتى يعني عمر 40 هو بعده صغير ترى شاب ها. بس بالعراق لكن احنا بالعراق مع الأسف يدخل عمر 30 أو 40 يحس نفسه خلاص هاي انتهت عند الحياة. إذن مشاهدينا الكرام مرة أخرى صباح الخير والعافية عليكم، جولة في إصدارات الصحف لهذا اليوم الأول من تموز، والبداية ستكون من صحيفة الصباح وفيها نقرأ وإياكم: رحلة محفوفة بالمخاطر للمتصدر الشرطة والجوية يستضيف أربيل، ورماية البارالمبية تواصل تحضيراتها في صربيا، الإسكواش يتطلع لاستضافة بطولة غرب آسيا. انتقال وإياكم مشاهدينا إلى الصفحة الثانية من الصباح وفيها هذا العنوان المتصدر ليورو 24 وهو بلجيكا تسعى للثأر من فرنسا. إلى الزمان الرياضي مشاهدينا الكرام ونقرأ وإياكم أحبتي: مغترب عراقي ينضم لصفوف منتخب التنس لخوض تصفيات كأس ديفيز، الشرطة في مواجهة النجف ومقعد للأنبار في المحترفين، اتحاد الجودو جهود الأولمبية أثمرت عن تأهل اللاعب سجاد غانم إلى باريس، والشباب تختتم دورة إدارة المنشآت ومراكز الموهبة الرياضية، القيثارة تتأهل إلى نصف نهائي دوري الصالات بعد الفوز على الدفاع الجوي، أربيل تحتضن نهائي بطولة العراق للملاكمة. وأيضا نقرأ وإياكم هذا العنوان: الاتحاد الآسيوي ومولتن يكشفان الكرة الرسمية للتصفيات الآسيوية. من الزمان إلى الزوراء ونطالع معكم: زاخو يتجاوز نفط الوسط بصعوبة في دوري النجوم، المتصدر الشرطة بضيافة النجف والوصيف القوة الجوية يواجه أربيل اليوم، زينب العلوتي امتياز في الملاعب الخضراء، ورئيس اللجنة الأولمبية قرار حل إدارة نادي الزوراء قانوني، منتخب الشباب يودع منافسات غرب آسيا رغم فوزه على لبنان بهدفين، وأيضا نقرأ وإياكم: نادي التجارة بالملاكمة يحرز الذهب رغم أخطاء الحكام، البعثة الأولمبية تغادر إلى باريس ابتداء من 10 من الشهر المقبل. نقرأ وإياكم في الدستور مشاهدينا أبرز العناوين على صدر صفحتها الأولى: كاساس يسعى لتجميع الأسود، والنجف والشرطة بقمة محتدمة، الجوية وأربيل بلقاء صعب، دهوك يضيف الميناء، نوروز والزوراء بمباراة الطموحات، نفط البصرة والنفط بمواجهة التعويض، وأحمد جاسم يصرح ويقول مجموعتنا سهلة، ومسؤول تقنية فار يشارك بدورة تطويرية. ونقرأ أيضا: أيمن حسين بقمة الهدافين. ومن الأخبار العربية في الصفحة الأولى من الدستور نقرأ: بنزيما يبشر اتحاد جدة بعودة قوية. ومن الأخبار العالمية: نيمار يتوقع طرفي نهائي اليورو. إلى الصفحة الثانية من الدستور ونطالع معكم: في دوري نجوم العراق النجف يواجه الشرطة، والجوية يلاقي أربيل، ونوروز يلتقي الزوراء، ودهوك يضيف الميناء، نفط البصرة وأمانة بغداد مهددان بالهبوط، وطاولة العدالة تستعد لبطولة أندية العراق. وأيضا نقرأ: الأولمبي العراقي يتوجه إلى فرنسا لخوض مباراتين وديتين، وأيضا لاعب النادي البحري يتبرع بسلفة زواجه لإجراء عملية لوالدة صديقه، ومغترب عراقي ينضم لصفوف منتخب التنس لخوض تصفيات كأس ديفيز. إلى الصباح الجديد مشاهدينا ونقرأ وإياكم مجموعة من الأخبار العربية والعالمية في هذه الصفحة: اليوم في ربع نهائي اليورو فرنسا تلاقي بلجيكا، والبرتغال أمام سلوفينيا، وألمانيا إلى ربع النهائي بعد إقصاء الدنمارك، وسويسرا تجرد إيطاليا بين اللقب، الوحدات بطلا لكأس الأردن، أهلي طرابلس يتوج بالدوري الليبي للسلة. وأيضا نقرأ: ثلاث مباريات ودية
للنصر في هولندا، وفريتز يحرز لقب إسبور ويحقق رقما قياسيا، وأيضا الملاكم الفرنسي بوصل يستعد لمشاركة أولمبية تاريخية، دي ماريا يتخطى زانيتي في قائمة أساطير التانغو، ولوتارو يمنح الأرجنتين علامة كاملة في كوبا أمريكا. إلى الصفحة الثانية أحبتي من الصباح الجديد، ونقرأ: شاركت في احتفالية مهرجان الغدير الدولي للمبارزة الأولمبية تتوج الفائزين بالدورية العراقي وبطولة الجمهورية بالركبي، وسالي شامل لاعبة منتخب المبارزة مسيرتنا في تصاعد. أشبال اليد يفتتحون غدا البطولة العربية في النجف. البارالمبية تحصد بطاقات جديدة مؤهلة إلى باريس. والكرة الطائرة تحط اليوم في الأردن تحضيرا للبطولة العربية. الاتصالات أولا في بطولة الناشئين بالملاكمة، والشباب والرياضة تباشر حملة تأهيل ملعب كربلاء. من الصباح الجديد أحبتي أنتقل بكم إلى صحيفة أخرى، هذه المرة اخترنا الحقيقة، ونقرأ معكم: شنيشل يعلن عن قائمة لاعبي المنتخب الأولمبي، وناجي متفائل بتحقيق نتائج إيجابية في الأولمبيات، وطاولة العدالة تسعى لبطولة أندية العراق، وبمشاركة 5 منتخبات. غدا انطلاق البطولة العربية للأشبال زون الشام والخليج، وتأهل لاعب الجودو سجاد غانم إلى أولمبياد باريس. في الصفحة الثانية مشاهدينا من الحقيقة نطالع معكم: ليبرون جيمس يتطلع لعقد طويل مع ليكرز. لاوتارو يمنح الأرجنتين علامة كاملة تحت أنظار ميسي. وموراي مستعد للمخاطرة من أجل البطولة. وألمانيا تغتال حلم الدنمارك في 15 دقيقة. إذن مشاهدينا هذا كل ما لدي من أخبار الصحافة لهذا اليوم، أعود بكم إلى همسة وعمار في الاستوديو. شكرا إيناس. أبرز الأخبار كانت مباراة فرنسا وبلجيكا، راح تكون نارية فعلا. اليوم احنا بانتظارها. شنو المنتخبات اللي شجعتيها أو الفريق المحدد اللي شجعتيه؟ شجعت إيطاليا وطلعت بعد خلاص. طيب مخش يلا هارد لك بالبطولات القادمة، ولو الطليان مو يعني اخر بطولات مو بالمستوى المعهود للاسف، يعني راحت ايامهم. انا اشوف هو يعني يمكن تأيديني انت وحتى همسة، اغلب المنتخبات اذا مو كلها يعني ما عندها هذه اليورو تعتمد عليها. هذه اليورو 24 بها مفاجات سواء على مستوى الفوز والخساره والتعادل، لكن المنتخب الايطالي عندما خرج فكانت الانظار تتجه انه بعد ذلك سيخرج الكادر التدريبي. صحيح. من تدريب المنتخب، لكن الاداره العليا للمنتخب اكدت يعني انه باقي. هي اهم ثقه تدرين للمدرب انه بقاء اهم شيء حلو. اي طبعا، مع تغيير عدد من اللاعبين اللي هم يمكن ما مقتنع بهم او ما ادوا بصوره صحيحه. اللي كان منتظر منهم كل التوفيق ان شاء الله. الايطاليان شجعوا ويانا اليوم، انا راح اشجع فرنسا لانه مبابي موجود بها. اي زعلت لاعبيهم بعدهم شباب ها فرنسا. شكرا يا ايناس. شكرا جزيلا لكم.